السلام عليكم حبيت في هذا الفيديو ان شاء الله تبارطاجيوها نوجه رساله لكامل العملاء والخونه وهذا الناس اللي يخدموا للمصالح تاع المخزن ويخدموا مع الدباب الالكتروني المخزني ويخدموا الكيان الصهيوني وكامل هاد العملاء تعرفوهم كامل اللي راهم يروجوا ويبارطاجيو ويزيدوا يشعلوا النار حابين يخلقوا الفتنه كيما زيطوط وغاني مهدي والمغاربيه وانور مالك وعبود كامل هاد عملاء هذوما اللي باينين تعرفوهم ومتبعوهم كذلك واحد الشباب هكذا في التيك توك وكذا راهم غير يهضروا برك حبيت نقول لهم في هذه الرساله بلي ابدا ما تقدروش تستثمروا وتتلعبوا بعقول الشباب وتغلطوا الراي العام بما يخص القضيه هذه تاع الضحيه المتوفي من تبسه اللي هو هيثم جباري الله يرحمه ويصبر اماليه ما تقدروش تديروا اه البوز على ظهره ما تقدروش تغلطوا الراي العام ما تقدروش تمسخروا بالمجتمع الجزائري الجزائريين سي فيني ماشي تاع وقت التسعينات دير له وتمسخر وتحكي سي تيرميني حنا بلادنا فيها عداله وفيها قانون وفيها امن وفيها مؤسسات داكور كاين تحقيق كاين الخبراء ومن بعد العداله هي اللي تحكم والثقه التامه في العداله الجزائريه داكور والامن الجزائري المحترم حنايا منه هو منا حنا المؤسسه العسكريه والامن والجيش والشرطه وكذا جزائريين كيما حنايا يعني. ابدا ما يديروش امور والكلام هاد الخرايفات اللي يحضروا عليهم داكور لازم ديروها في بالكم طيحوش في الفخ يا شباب شحال من خطره هضروا وقالوا بلي كاين تعذيب وتورتور وقتل ودارو ما نعرف كلش خرطي القضية راح تحتل الأمم المتحدة وراح تحتل اليو كوميساريا دي دروا دلوم وراحوا يشتكوا ويدوا تصاور ويدوا لي تيموانياج وكذا فينالمون بعد التحقيق ما كان والو الناس كل واحد دو كيفا صارت له داكور دونك اه في هذا الفخ الشي هذا ما كاش منها عمرك ما تتهم الأجهزة الأمنية تاع بلادك عمرك انت يا احنا ما زال الاخبارات نتكلم خاصة على هاد الشباب اللي راهم في تيك توك حنا مازال ما عندناش الاخبارات مازالو تحقيق والعداله مازال ما, ما, ما هدرت مازال ما كانوا والو تخرج دير تصويرات تقول غدروه وقتلوه عذبوه اش بيك هبلت حنا منوك الناس كامله في التعليقات قراو التعليقات الناس تقول لك يا اخي انا هضر لي حبيت تهضر عليها في القضيه بسم الله قولي وش دارت السيد شكون واسمو وين كيفاش على قداش واش داروا له اعطينا الادله اعطينا ما عندك والو جبت تصويره غدروه اش بيك يا اخي بليس يقدر تصرى تصرا حاجه يقدر يكون اكسيدا تكون بافور يقدر ولا غلطه كاين العداله اصبر يا اخي كعندنا عندنا بلاد عندنا قوانين ماكش في الغابه سي با جنغل تروح تسب انت كامل الاجهزه الامنيه هبلت حنا الاجهزه الامنيه والشرطه الجزائريه قريب عطاو لها بري في وقت الحراك ريح ترونكيل اللي ما اللي ما فيه ولا اعتداء واحد واحد ما داكف انت تجي تقول داخل السجن وداخل كذا اشبيك هبلت عن روح عن راك في غواندارامو؟ لا 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 هذا الشيء ما كاش منها تماما وعبد السمصار اللي يقول لك النفاق تاع الجزائريين شوفوا واش يعني تقلبت الدنيا كي مات هذاك لو جون هذاك الصغير اللي عنده 17 سنه في فرنسا في نونتيغ اللي اسمه نايل اللي مات قال لك تقلبت وفي هذه القضيه سكتوا كامل لا ماشي كيف كيف تما في فرنسا هنا في الجزائر هذيك سيتي ان اكزيكيسيون ديريكت دير عليه السيد قتلو فيلمي الناس قاعد تشوف في الكاميرا شبيك احنا ما على بالناش ما با شنو هذا التحريض وشنو هذه الفتنه وشنو هذا الشيطان شادي شيطانه الاجهزه الامنيه الجزائريه اللي راهي واقفه على البلاد اللي راهي تسهر اللي... لي راهي ما لحمايه المواطن فهمت يعني سي غراف الكلام هذا ياكي تشوف اني غيدوني ولاد بلادي كيفاش تهضر عليهم بيان سور الضحيه ماذا بيا نعرف واش كاين وماذا بيا العداله تقوم بخدمتها وين راح تقوم بخدمتها رانا نستناو بصح باش تخرج بالتصويره تبدا تعيط تبدا تدير الاتهامات وتبدا تحرض وتكتب في الفيسبوك وتكتب في التيك توك وتقول كلام واتهامات هذا شيء غير وطني وغير جزائري وهذا يدخل في الخيانه ويتدخل في الاستثمار على ظهر الضحايا داكور على ظهر الناس ماتوا ولا صراو لهم شوفات في الجزائر ما انا نجي ما انا نقدر نجي نقول لك نقول لك علاه ما ديرش هاد الضجه كامل وترفد تصور على هذاك الوليد هذاك تاع سبع سنين تاع تسع شحال في عمره سبع سنين ولا ثمان سنين اللي جارو قدام جارو خطفو ما بانش واقيلا 48 ساعه حب يغتصبو ومن بعد كي ما قدرش قتلو ورماه فلاكاج ديسكالي داخل البلاكار تاع لاكاج ديسكالي ما نقدر أنا... ما نقول لك مالا علاش ما, ما نطوش علاه ما هدرتوش ولد صغير هدايا في عمره 8 سنين ملايكة داكور والدي ولا هذاك معليش كانا او عندك الادله وعندك البرهان وعندك فوالا توفا نقدروا نروحوا بعيد بف... في هذا الهضره ولكن احنا ما نهدروش في الفراغ علاش عندنا بلد عندنا وطن عندنا مؤسسات عندنا أجهزة امنيه وعندنا العداله الجزائريه هادي اللي ما ما تعجبكمش كي تكون كي بلي كاين عداله في الجزائر أه لحمكم يشوك انت ما يعجبكمش الحال حبيتوا تعيشوا في غابه كما كنتوا بكري لا تو كاين عداله ما كاش تشويش والبلباله الجزائريين ما يخرجوا ما يسمعوا لكم ما يديروا فوضى ما والو داكور تحيا الجزائر وتحيا العداله الجزائريه اللي تعطي كل واحد يعني أه تنظلم ولا الدولة حقه ولا أه تعطي له حقه وهيتم المتوفي الله يرحمه برحمه الله ويصبر ماله يدي حقه وماله يدي حقهم بالعداله الجزائريه سلام عليكم